بكم مجددا مشاهدينا الكرام. في هذه الفقرة نتحدث عن الأيام القليلة التي تفصلنا على استقبال شهر رمضان المبارك التي تستعد فيه كل الأسر الفلسطينية بالتحضير والتجهيز لهذا الشهر المبارك بدءا من الفرائض الدينية وحتى الأطعمة والأشربة. تحدث في هذه الفقرة عن كيف يمكن أن يكون الصيام صحي مع الدكتور عطاء القيسي وهو استشاري صحة عامة ورعاية وقائية. أهلا وسهلا فيك دكتور عطاء. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، شكرا على هالدعوه الكريمه. اهلا بك. يعني نبدا من كيف ممكن يكون صيامنا صحي بشكل ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير، انت بألف خير، ومجتمعنا الفلسطيني ووطننا الحبيب بخير، وارجو ان من الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يفرج كرب اسرانا ويحقق امنياتنا في وطننا الحبيب ان شاء الله. رمضان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث شريف: صوموا تصحوا. الصيام صحة، الصيام ليس خليها بالإشي المفتوح كده نحكي، الصيام مش بعبع جاي الناس خايفة منه عاملة له حساب انها تدوخ، عاملة حساب انه كيف بدي انظم علاجي بالنسبة للمرضى، صحيح، عامل حساب انه انا صايم ما حد يكلمني. وفي ناس أنا كتير دكتور يعني بتعتقد هذا الاعتقاد انه انا يا رب يعيننا على صح انه ربنا يعني يعيننا، لانه في طبعا درجة الحرارة عالية. صحيح. بس في ناس كمان يعني انا ملاحظة خلال هذا الشهر كتير من الناس سمعت انا بديش اصوم، بدي اطلع كفارة، اطلع كفارة الصيام، فهو تلقائي برمج العقل عنده انه انا مش حقدر على الصيام. صحيح، البرمجة اللغوية العصبية للجسم أو اقتناع الناس بفكرة معينة سواء كانت متعلقة بحياتهم الصحية أم لا، نعم، يتبع الجمهور للأسف عادات سيئة ونهج حياة خاطئ وقناعات خاطئة، يصعب على المجتمع الخروج منها بسهولة. نعم. زي ما تفضلتي، جاي رمضان بديش أصوم، بدي أطلع كفارة. بعض الناس بدأت تحكي الكلام هذا، بعض الناس بيعمل حساب انه رمضان في الصيف جاي درجة حرارة عالية، بديش اطلع، بديش انزل، بديش اكلم حد، وكأنه الصيام مشكلة جاية على المسلمين. صحيح. وهذا اعتقاد خاطئ جدا. رمضان مثله مثل اي اشهر عادية، مثل اي يوم عادي بالنسبة للعادات الصحية الغذائية او بالنسبة لنمط الحياة اللي ينتهجه اخوتنا الاحباء في الوطن الغالي في ايامهم الرمضانيه. المهم هو كيف نستقبل رمضان من ناحيه صحيه. نعم. في عندنا متسع يومين او ثلاثه، رمضان ان شاء الله يقال لانه السبت اول يوم صيام باذن الله رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان. فالمهم انك انت تبدا من اليوم تعوض السوائل. اللي ما متعود يشرب ميه، ما متعود يستيقظ بدري وينظم الساعة البيولوجية للنوم، يبدأ من اليومين هدول فترة 48-72 ساعة كافيين انهم يعودوا الشخص على نمط رمضان، نعم، او يعيدوا ضبط الساعة او يعيدوا ضبط المنبه الدماغي لانه في جاي الصيام، في جاي شرب سوائل لازم يتعوض، عادات النوم او تقاليد النوم او تقاليد التدخين او الناس المدخن، الناس اللي بتصحى ما بتفطر متعودة انها تفطر، الناس اللي بتعودة انها تاخد الدواء الصبح زي مثل مرضى السكري، مرضى الضغط، الامراض المزمنة، نعم، وهذا حنتعرج عليه. فكل ياته بده اعادة ضبط. فالناس المتعودة على الصيام اللي بتصوم السنة الشريفة اثنين وخميس ما عنده اي مشكلة فيها لانه هو متعود طبيعي، نعم، تعود الجسم، وصوم تصح والصيام صحة زي ما حكينا في بداية البرنامج، اذا هو ليست مشكلة آتية للناس حتى انهم يعملوا حسابهم. نعم. تعمل حسابك انت في كيفية استقبال جسدك لهذا الطارئ المفاجئ كما تعتقد بنمط خاطئ. نعم. انه زي ما حكينا نعوض السوائل. نبدأ بشرب الماء. شرب الماء الطبيعي سواء رمضان او غير رمضان، صيف او شتاء، لازم يكون من لتر ونص لاثنين او اثنين لتر ونص في اليوم للانسان العادي، من 8-12 كوباية. نعم. المية بالتدريج، الفواكه لازم تأخذ على معدة فاضية بالتدريج، تعويض ما زاد أو ما فقد من الوزن في خلال هذه الأيام، فرصة رمضان لضبط
معايير الجسم ومعايير السموم بالنسبة للناس اللي عندها زيادة في الوزن تنزل، واللي عنده نحافة أو عنده وسطية في الجسد أنه يحافظ على وزنه وممكن أيضا يزيد. نعم. في الميزان. دكتور، يعني خلينا نعطي المشاهد بالتدريب. نعم. أو بالتدريج مع الوجبات. نبدأ من وجبة الفطور، كيف ممكن يكون أو كيف ممكن نفطر في رمضان؟ أولا يجب أن نقتنع أنه رمضان ليس للأكل. نعم. هذه تقليعة أو عادة عندنا إحنا في شعوبنا الشرقية ولربما في الوطن العربي الكريم، إنه جاي رمضان السفرة لازم يكون طويلة كبيرة مليانة أكثر من وجبة وأكثر, وأكثر من عصير. صنف، وكأنه إحنا نفتقد الأكل في الأيام العادية وجايين بس نعوض الأكل في الأيام هذه. طبعا هاي قناعة خاطئة. وجبات رمضان زيها زي أي وجبة أي يوم. نبدأ بأذان المغرب ناخذ 3 تمرات وكوب من الماء. نعم. هذه بداية. هذه الخطوة سليمة. الأولى عند. نعم. الفطور. بداية سليمة جدا. أحد الدراسات تقول إنه يرفق معها صحن من الشوربة البسيطة الغير محتوية على المواد الحافظة مثل مكعبات الماجي ومش عارف إيه، خضار فقط وغير دسمة يفيد. هذه تبدأ تهيئ المعدة. تهيئ. نعم. المعدة بعد صيام. صحيح. يوم طويل. بعد صيام. نعم. يوم طويل، وبالمناسبة يعني 16 ساعة صوم في عز الحر في عز الصيف الجسم يفتقد من السوائل ويفتقد وعند الأكل مباشرة تسبب الصدمة. صحيح. المعدة. وهذا زي ما تفضلت الغلطة اللي بيرتكبوها الناس كتير، انه بيقعد على السفرة وبيفتتح معركة النهم اللي موجودة فيه بالعصير او السوائل الكتير على دفعة واحدة، وهذا شيء خاطئ، او الاكل الدسم على دفعة واحدة وهذا ايضا شيء خاطئ. اذا كمان نبدأ الاشياء الخاطئة في شرب العصير، انه مثلا بيشرب متلج، المية متلجة. صحيح. بتكون او باردة كتير فهذا كمان بيأثر على المية. خير الامور الوسط. صحيح. خير يعني لا بارد كتير ولا هو دافئ، عادي الواحد حتى انه يستوعب شربه. يعني اذا العصير المحلى هذا او الاكل المحلى عفوا هو التمر، سكرياته بسيطه، يبدا الهضم، يبدا نشاط المعده، ومن ثم نذهب الى الصلاه. نعم. بنصلي 3 ركعات مع السنه ونقعد، بيكون فاصل تقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه ما بين وجبتنا الاولى اللي هي قبل وجبه الافطار الرئيسيه. نعم. ثم نعود الى المائده. هنا يفقد الانسان جزء كبير من شهيته للطعام. نعم. بتناوله هاي 3 تمرات وكوب الماء. صحيح. او صحن الشوربة الصغير يفقد شهيته بشكل كبير جدا، حتى لو عاد الى المائدة وكان غير متوقع انه يأكل بالنهم هذا حيأكل وجبات خفيفة. عادي كل ايش موجود عندك على السفرة بكميات وسط. يجب ان تحتوي المائدة على اطباق من السلطة، اطباق من البروتين. نعم. ويكيف البروتين مع معطيات النشويات، يعني ما يقابل البروتين يعني مثلا زي الدجاج بده رز او بده مثلا اي طبيخ بده مكمل غماس. نعم. يتغمس مع الخبز، اذا في معكرونه، اذا في حاجات وسط جدا ياكل الانسان بقناعه. نعم. وبحدود وسطيه قليله، يعني ما زي ما بنقوله يدبسها على الاخر، وهذه مشكله بالذات في يعني لربما هاي الخطوات ما تزبط مع بعض الافراد يعني في الجمهور، لانه في العزومه. في العزيمة في اللي بتصير في في رمضان. صحيح. ممكن في بعض العائلات بتقدم هذا الشيء، ويعني بتراعي الظرف الصحي للناس، لأنه أنت اللي أنت عازمه مش واحد، الأجسام مش واحدة، في مريض. صحيح. وفي غير مريض. الوجبة الوسط هاي تترك المعدة في بجزء مناسب وكم مناسب من الطعام. نعم. مش مصدومة، مش ماكلة كتير. صحيح. بعدها ممكن نرتاح نروح للتراويح او وسط الليل، خلينا نحكي. ما هو المشكله هان بدك تكمل تسهر بده يكون على حساب النوم. صحيح. فيجب ان يكون كل شيء باعتدال. هنا ممكن بعد الوجبه بساعتين ناخذ قطعه الفاكهه او قطعه الحلويات بعد الوجبه بساعتين. نعم. ساعتين او 3، مش على طول. هاتوا القطايف، هاتوا الكنافة، هاتوا ايش بناكل. احنا عاداتنا عادات الشعب الفلسطيني يعني معروفة. فالاعتدال والبرنامج لازم يكون واضح للجمهور انه مش ورا بعض. مش ورا بعض.
فلازم تخلي مسافة ما بين وجبة الإفطار حتى تريح المعدة شوية بالزبط. يعني حتى أنه يبدأ الهضم، يبدأ الامتصاص، وما يكونش التلبك معوي، وما يكونش المشاكل اللي ممكن نشوفها، ارتفاع الضغط، العطش الشديد جدا نتيجة في نهار رمضان. نعم. نتيجة سوء الهضم اللي الوجبة. صار هذا تقسيم الوجبات. بعد هذه الوجبة الخفيفة اللي حناخدها اللي هي الساعة 11 10 مثلا بعد الإفطار، لأن الإفطار حيكون تقريبا 7:30 8 من 7:30 ل 8 أو من أذان المغرب لأذان العشاء ممكن أنت تأكل هذا الكلام. نعم. نوع يوم حلويات، يوم فواكه، ويوم ولا شيء. خلي لازم مش لازم كل يوم بالضبط القطايف. في ناس طول رمضان وحبة قطايف. واحدة يا جماعة، حبة القطايف وتقريبا 400 سعر حرارة، يعني إشي مش هين من السعرات، مش هين من السعرات. وما ننسى وجبة السحور. نعم. تسحروا فإن في السحور بركة، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الكلام. وسحورك يكون مثل أي يوم إفطور عادي أو وجبة عشاء خفيفة عادية. نعم. يعني ممكن تأخذ هنا أنت الفواكه، ممكن تأخذ البروتين صحن الفول، ممكن تأخذ خضار ألوان، ممكن تأخذ قليل من الجبنة، قليل من المربى، العسل اللي بيمدك للطاقة ولا يشعرك بالعطش أيضا في خلال نهار الصيام. ولا تنسى، يعني ما تنسوش أنه من يوم من ساعة الإفطار للسحور توزيع شرب الماء بالكميات اللي احنا طلبناها من 1.5 لتر، يعني 8 أكواب ماء. قد ما تقدر اشرب مية لكن بهدوء، حتى مش إنه بالدفع. نعم. حتى نعم. انه ما تسبب عسر. نعم. للهضم. دكتور بدي اسال عن توقيت وجبة السحور. هل يعني في ناس كتير بتسهر مثلا على الوحدة وبتتسحر على الوحدة وبتنام، هل قيمتها بتتم زي ما هي ولا بتنهضم؟ وانه الصائم ما بيحصل على القيمة اللي لازم يحصلها الصائم اللي بيتسحر في موعد الاذان. هو يفضل انه وجبة السحور تكون متأخرة، يعني قبل الفجر بنص ساعة. نعم. تكون انت انتهيت من سحورك حتى تستعد للصيام. انه الناس ممكن تقعد على السفرة وتنسى حالها وهي بتاكل ويخش الصيام وهو مش ماخد باله. صحيح. او انه يكون ما عندوش وقت، اخر ما يضلش الا 5 أو 10 دقائق. وهذه سرعة تناول الوجبة في السحور مهما كانت، او انه بس بده يقضي نفسه باي شيء حتى انه الاذان على الابواب. فيجب ان تكون يعني في توقيت معين، ضبط. نعم. المنبه نصف ساعة قبل او ساعة قبل اذان الفجر يتناول وجبة السحور بهدوء، لانه الاكل برضو بسرعة مش كويس، ولازم يكون الكمية كافية. نعوضها بالسوائل برضو كمان. نعم. ويريت لو نبدأ كمان بلبن أو بتمر أو بحليب. اللبن كتير ممتاز. اللبن ممتاز جدا. نمارس الطقوس الغذائية الصحية رمضان. نعم. بنعيد تاني، مش للأكل يا جماعة. لازم الوجبات تكون متوازنة. نعم. فاللي انت افتقدته في الافطار ممكن تعوضه في السحور. لا، هذا مفهوم خاطئ. لو انا ما اكلتش منيح الفطور او ان كنت معزوم ما عجبنيش الاكل، اروح اعوضه في السحور اللي هو البدري، اكل الساعة 1 2 واحط راسي وانام. هذه ممكن تعمل مشاكل في الجسم من ناحية الامتصاص والهضم، وتحسسك بالجوع والعطش بعدين، لانه انت هتطول كده ساعات صيامك او ساعات امتناعك عن تناول آخر وجبة اللي هي السحور قبل معاد بدء الصيام. نعم. فبالتالي تناولك بالتدريج هذا الكلام والمواد الغذائية الصحية حتساعدك على القيام بواجباتك وفرائضك الدينية في الصيام بدون عطش وبدون تعب. يعني أهم إشي التدريج وتقسيم الوقت لأربع وجبات. لأربع وجبات من. صحيح. الإفطار حتى السحور. أربع وجبات. نعم. صحيح. أنت حدثت دكتور عن الأشخاص الذين أو مصابون بالأمراض المزمنة. نعم. كالضغط والسكري، كيف يتعاملون في هذا الشهر؟ كون الكثير منهم يعني يلتزم بأدوية معينة، يلتزم. صحيح. بإرشادات معينة من قبل. صحيح. الطبيب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاللي عنده رخصة للإفطار يفطر، اللي ما بيقدر أنه يصوم أو مرخص له طبيا من طبيبه الخاص أنه ما هو الصيام ممكن يدخله في مشاكل لتنوع وتعدد الأدوية اللي بياخدها، أو نظرا لعدم كفاءته الصحية. نعم. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. يعني صحيح.
فالله سبحانه وتعالى جعل رخصة. ولكن إن كان هناك مقدرة على الصيام فيجب زيارة الطبيب، وأنا هذه بنصح فيها يأخذ كويس. يأخذ رخصة من الطبيب؟ لا، زيارة الطبيب في الأول. إن كان يقدر على الصيام يجب عليه زيارة الطبيب الخاص لاستشارته في كيفية وضع جدول الدواء وجدول الوجبات من جديد. ليش؟ لأنه يعني هي مش هتختلف. يعني مثلا ناخذ مثال مريض السكري، يبدأ يومه مثلا 6 صباحا أو 7 صباحا بياخذ وجبة الفطور اللي أوصى بها طبيبه الخاص ودواءه، سواء كان أنسولين أو حبوب تنظيم السكر. هي نفسها، بس هيقلب الجدول معه، هيعمل شيفت للجدول، اللي هي بدل ما تكون الساعة 6 أو 7 الصباح هتكون 7:30 أو 8 المساء اللي هي معاد الإفطار، ويكمل يوم عادي جدا. لكن ريفرس، بده يقلب جدول الساعات فقط، لأنه هي المشكلة في مريض السكر وجبات الأكل مع الدواء وليس الدواء بحد ذاته. ففي مقدرة على ضبط الجدول هذا، يبدأ وجبة إفطاره الرمضاني بدواءه ويكمل نفس اليوم العادي اللي بيبدأ فيه وجبته الفطور الصباح الساعة 6-7 بدواءه، وهكذا. نفس الشيء وسط بعد التراويح، إذا حب يأكل برضو إشي تاني، أو السحور يأخذ علاجه ويبدأ صيامه لمن يقدر على الصيام. مرضى القلب نفس الشيء، مرضى الضغط نفس الشيء، مرضى الأمراض المزمنة الأخرى نفس الشيء. ما في أي اختلاف، إلا اللهم بس إيش تعديل برنامج الساعات. وأنا أنصح كل إنسان أن يزور طبيبه الخاص أو يستشيره. وإذا حابب الإنسان من مفهوم صحي إنه أو من نظرة صحية إنه يدخل على نظام وزن أو نظام تخفيف أو زيادة، أو فرصة إنه رمضان يمتنع عن بعض الأشياء السيئة، يروح المختبر يعمل تحليل كاملة ويقارن بعد رمضان كيف هي نتائج التحليل، حيجدها رائعة جدا. بالنسبة لمحتويات الكوليسترول الصيام والدهون يعني الثلاثية، كثير في جسم الإنسان من يعني نسب، سواء في السكر أو في الضغط أو في أمور أخرى. صحيح، لو أردنا أن نتعمق أكثر في الصيام، لماذا جعله الله شهر في السنة؟ هي عبارة يا جماعة عن شهر تنظيف. 11 شهر أنت ملهي في السموم، يأتيك شهر يمتنع الجسم عن تناول هاي السموم، أو ينظم الجسم. فوائد الصيام ينظم الجسم من هاي السموم، فبتكون عبارة عن حملة النظافة السنوية للجسم شهر الصيام الكريم. فشيء طبيعي، لهذا ينطبق معايير الرسول عليه الصلاة والسلام في صوم وتصحوا. فإذا شهر رمضان شهر صحة، شهر نظام، شهر فرصة لزيادة قوة مناعة الجسم وضبط ما توارث من عادات غذائية سيئة في هذا الشهر الفضيل، حتى نستطيع أنه نكون أصحاء. بالنسبة لعامل الرياضة، الرياضيين لا يمنع ممارسة الرياضة في رمضان بالشكل العادي المعتاد، ولكن ننبه هنا إلى فقدان السوائل اللي احنا حكينا انه يجب ان يبدأ من فترة الافطار الى فترة السحور بالتناول الطبيعي. لمن اراد ان يخفض وزنه، ممارسة الرياضة قبل اذان المغرب. قبل الاذان؟ قبل المغرب، نعم، بساعة او بساعتين. يعني خلينا بعد الافطار من العصر بساعة. لا، أو بعد خطأ. صلاة التراويح خطأ، هذا الكلام خطأ. الرياضة بعد الافطار لمن اراد ان يزيد الوزن، مش ينزل في معلومة الوزن. نعم. يعني معلومة ممتازة. نعم. وجيدة. الحرق، لأنه النشاط الرياضي يساعد الجسم على الحرق، فإذا كان نشاطك الرياضي المعتاد اللي أنت بتلعبه في الجيم أو في البيت أو في المشي أو برنامجك الرياضي المعروف بيساعدك على الحرق، فماكينة الحرق بتضلها شغالة حتى بعد الوجبة. فأي شيء أنت بتاكله بيساعد على حرقه تلقائي. فلربما بعض التمارين الرياضية تساعد الرياضيين على فقدان أو فقدان السعرات أو الحرق 72 ساعة، بيضل الجسم شغال في الحرق. هذا بالنسبة للرياضيين المعتدين. ولكن بعد وجبة الإفطار برضو بفترة، لأنه غلط إحنا ناكل ونمشي، يتعشى وتمشى، هاي ممنوعة، هذا اعتقاد خاطئ. نعم، فبعد الوجبة بساعتين زي ما احنا يعني ممكن خليها شوية كده متأخرة 4 ساعات بعد الإفطار، تكون انت خلصت زيارتك العائلية وصلاة التراويح. نعم. وإلى آخره، اطلع امشي بالشكل الخفيف تاني، ممكن هذا يعيد توازن الدورة الدموية ويساعد الجسم على الحفاظ على الميزان أو اكتساب بعض الوزن لمن هم يعانوا من النحافة. نعم. بعد الإفطار المشي لمن يراد أن يزيد الوزن،
قبل الإفطار بساعة أو ساعتين لمن أراد أن يحافظ على وزنه ويفقد من سعرات الجسم من دهون الجسم المكتنزة، وهذا لا يوجد مشكلة هنا للرياضيين. نعم دكتور، في السؤال الأخير نتحدث عن الأطفال، نحن نعلم أن الكثير من الأمهات تخشى على أطفالها من الصيام. نعم. نصائح توجهها للأم لكي تجعل الطفل قادر على الصيام بشكل ممتاز، لا يشعر بالعطش، لا يشعر بالجوع، لا يشعر بالتعب. الطفل يقلد أهله الكبار في تعودهم المنزل أو الجو البيتي، في وجباتهم، في صيامهم، في فرائضهم، في أمورهم الحياتية. نعم. فيجب تعويد الطفل من اليوم، إذا كان يعني خلينا ننصح كده هيك بصورة عامة، من سن 9 سنوات، سن 8 سنوات يقدر الطفل على الصيام. إذا كان الأم مدربة طفلها من سنة أو سنتين فاتوا، أو في الأيام العادية اللي فاتوا حابة أنها تخليه يصوم رمضان، مدربة على صيام نصف يوم، 3/4 يوم، جزء معين من النهار ويفطر. ليش؟ لأنه حتى يتعود بالتدريج على هذا الصيام. أيضا وجبة السحور مفيدة جدا للطفل، ويجب التركيز عليها إن أراد أن يشارك أسرته بالصيام. فزيه زي برنامج الكبار بالضبط، نعوده على السوائل، نمنعه عن أكل الحلويات الكثيرة حتى ما يشعرش بالعطش في النهار، نعوضه على الماء الفاقد في الجسم، نخلي نشاطه البدني واليوم، لأن الأطفال بحبوا يتحركوا، بحبوا يلعبوا كثير وحركتهم كثيرة في النهار، ما يفقدش السوائل هذه، ما يشعرش بالدوخة والتعب والجوع أثناء النهار. بالتوازن النشاط الجسدي في أي نشاط ممكن مشاركة هذا الطفل. الطفل يجب أن يتعود أنه مثلا يصوم جزء من النهار، إن كان صغير جزء من السهر ويفطر، مش مشكلة. ولكن ما خرج عن سن 10 سنوات بيقدر على الصيام. نعم بيقدر على الصيام، ممكن أن يتحمل الكلام هذا بالتدريج العائلي كما عودته أسرة الكريمة. نعم نتمنى أن يكون صيام خفيف على كثير من الناس وعلى كل المسلمين في العالم. شكرا لك دكتور عطاء القيسي، كنت معي وأنت استشاري صحة عامة ورعاية صحية وقائية. شكرا لك على وجودك. شكرا كثير على هذه الدعوة الكريمة، أتمنى الصحة للجميع إن شاء الله.